الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. سنن أبي داود كتاب الجهاد. سنن أبي داود كتاب الجهاد. الجهاد جهادان، جهاد لسان وجهاد سنان. وابتدأ الجزء الجديد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال أن أنبأنا الإمام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في المحرم سنة 75 و200 سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. قال باب في الأسير يكره على الكفر. باب في الأسير يكره على الكفر، مسألة الإكراه، وهي مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. رواه المصنف بسندي عن خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة التعذيب الذي لقوه في مكة، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا: ألا تستنصر لنا، يعني تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا. فجلس محمرا وجهه، محمرا وجهه بعض العلماء قال محمرا غضب من السؤال، معنى هذا السؤال ليس فيه غضب، يعني هذا السؤال ليس فيه غضب، لكن هو غضب من العجلة التي كان عليها الصحابة. وقيل بل كان محمرا من النوم، وهذا بعيد جدا. احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغضب النبي أو يتأثر فإنه يظهر ذلك على وجه النبي. فجلس محمرا وجهه فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين، ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه والله لا ثم قال: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب بين صنعاء وحضر موت. وقد كان قال: ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تتعجلون أو تعجلون. وهذه أيضا فيها دلالة أنه غضب من السؤال، أن الغضب كان غضبا من السؤال. يقول الخباب اللهم احفظ علماءنا أربعين، شيخ محمد ابن آدم الأثيوبي هو له شرح في صحيح مسلم، وكان شرح مسلم أيضا في الحرم، وله شرح في النسائي يعني في 36 جزء أو 35 جزء. ويعني هو الأصل أنه عالم لغة، الأصل أنه عالم لغة، هذا الأصل، لكن الشروحات التي صنفها في كتاب النسائي وفي غيره يعني شروحات ماتعة جدا، وإن كان أغلبها نقل، أغلب هذه الشروحات نقل. وكما قلت هو أصله يعني تخصصه اللغة، وأغلب الشروحات الحديثية أغلبها نقل، لكن هو رجل بارع وفي التصنيف ماتع، فنسأل الله أن يمتع به، نسأل الله أن يطيل في عمره ويحسن في عمله وأن يعجل له بالشفاء، اللهم أمين رب العالمين. خباب بن الأرت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة، وهذه فيها دلالة أن النوم في المسجد يجوز وإن كان كرهه بعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المسجد فوجد علي بن أبي طالب عندما جاء إلى فاطمة قال: أين ابن عمك؟ قالت له: غضبني ثم رحل. فدخل عليه فوجده التراب على ثوبه، فتبسم له النبي صلى الله عليه وسلم وجره وقال: قم أبا تراب. وكانت هذه أعظم ما تكون له. فنام النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة. قال خباب: فشكونا إليه فقلنا: ألا تستنصر لنا، يعني ندعو لنا بالنصر، ألا تدعو الله لنا، لأنه كانت اللأواء والشدة والمشقة عليهم، قتلوا سمية وقتلوا عمار ياسرة وكادوا يقتلون عمار حتى تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم مكرها، وأيضا عذبوا بلالا أيما عذاب في الحرة يجعلون الحجر على بطنه ويشتد الأمر عليه وهو يقول أحد أحد. فقال الخباب كما قلت كان النار تطفأ بإذابة جلده رضي الله عنه وأرضاه. فقال: ألا ترى ما نحن فيه، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. وهذا طلب الدعاء، وهذا في مسألة فقهية أخرى وهي جواز طلب الدعاء من الغير. لا يقال بأن غير النبي لا ينزل منزلة النبي، لأن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خير التابعين رجل
اسمه أويس، أويس القرن، من مراد ثم من قرن. قال كان به البرص فشفى منه إلا موضع الدرهم، وكان برا بوالدته، من رآه منكم فليستغفر له. ذهب عمر فقال له أنت أويس، أنت أويس، ما يعني أويس كان في ثياب رثة في غابر الناس. قال لابد أن يعلمك الناس. قال لا دعني في غبراء الناس. قال ادعو لي. قال ما تقول؟ قال ادعو لي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن رجده منكم فليستغفر له. ثم جاء علي بن أبي طالب قال أنت أويس، أنت أويس القرني، كنت من مراد من قرن، أنت كان بك البرص وشفيت منه إلى موضع الدرهم. قال نعم. قال ادعو لي. هذا علي بن أبي طالب أيضا خليفة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الحديث، والحديث كان في ضعيف، إن كان في ضعف، قال أخي لا تنسنا من دعائك. وعكاش بن محصن يقول للنبي يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه. قال أنت منه. فالحق أن الأصل عدم التخصيص، ولا يمكن أن يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن سأل أحدا الدعاء له ذلك جوازا، خلافا لابن تيمية الذي قال لا تسألوا الناس شيئا حتى في هذا، وهذا ليس بسديد، هذا ليس بسديد. فجلس محمرا وجهه غاضب النبي. هنا نقاء القلب يظهر على الوجه، نقاء القلب يظهر على الوجه، يتأثر جدا عندما يبتسم، يتأثر جدا عندما يحزن، عندما يبكي، عندما يغضب، يتأثر جدا، قلبه يظهر ينضح على الجوارح. هذه فيها دلالة على ملازمة الظاهر الباطن، ملازمة بين الظاهر والباطن، لا ينفكان بحال من الأحوال. قال جاز محمرا وجهه، قال قد كان من كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى من شرف فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين. هذا لأنه لم يشرع لهم الإكراه، لم يشرع لهم أحكام الإكراه، وأنه يكون معذورا عند ربي لو أكره، كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال فيؤخذ فينشر فيجعل فرقتين، ما يصرف ذلك عن ديني، الثبات والسداد، دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك، وأنت إن عشت لدينك فإن الله تعالى سيسخر لك كل شيء بعد ذلك، سيسخر لك كل شيء بعد ذلك، نسأل الله أن ييسر لكم الأمور. نعم. قال ويمشط بأمشاط الحديد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما دون عظمه من لحم وعصب. وهذا شوف الأولين الآخرين يشبهون الأولين في إيش؟ في هذا الباب في الصبر والجلد، لأنه في آخر الزمان خير الشباب الذي سيخرج على الدجال يقول أنت الدجال، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فيضربه ضربة يقسمه نصفين جزلتين ويمشي بينهما، فيقول الناس لو أحييت تؤمنون بي؟ يقول نعم، فينادي عليه فيحيى وينجذب الشقان ويقوم متهللا فرحا، فينظر لوجهه يقول والذي نفسي بيدي ما ازددت فيك الا بصيره، انت الدجال الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين الصبر هنا، قال ما يصرف ذلك عن ديني، والله لا يتمن، واقسم انه سلم غير ان يستقسم. لماذا؟ لان الامر جلل، يريد ان يبشرهم بشاره عظيمه. والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت، إما صنعاء الشام حضرموت واليمن، وهذه تباعد مسافة كثيرة جدا، أو صنعاء اليمن ويكون بينها وبين حضرموت، وإن كانت مسافة كبيرة لكن ليس كصنعاء الشام. نعم. قال ما يخاف إلا الله والذئب على الغنم ولكنكم تعجلون. فهذه دلالة واضحة جدا على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال سيسير راكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على الغنم، معناها أن الأمان سيعم هذه المناطق بأسرها، وقد دخل الإسلام في هذه المناطق، الأمن والأمان بالإسلام، وقد دخل الإسلام في هذه المناطق. ولذلك قال ولكنكم قوم تعجلون، يعني تستعجلون، تعجلون، يعني إذا أبطأ الله عليكم أراد بكم كل الخير، إذا أبطأ الله عليكم أراد بكم كل الخير. تعلمون بأن الله تعالى يخبئ للإنسان ما لا ما لا ما لا يتصوره من إحسان وبر وكرم وعطاء، أعددت العباد يا الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهنا أقسم غير أن استقسم، لأن الأمر جلل. فقال سيسير رقب من صنعاء الحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على الغنم ولكن قوم تتعجلون. وأما مسألة الإكراه فالعلماء قاطبة، جمهور العلماء قاطبة يقولون بالإكراه، ويقولون بأن الإكراه مبطل للتعاقد، أو أن المكره لا يأسم ولا يؤخذ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالجمهور يقولون كل إكراه
فلا ينعقد ما كان فيه، لا ينعقد لا عقد ولا عقد نكاح ولا طلاق ولا بيوع ولا غير ذلك، لا ينعقد لأن المكره لا إرادة له، وكل هذه العقود تحتاج إلى إرادة. ولذلك المكره على الطلاق أيضا طلاقه لا يقع إذ لا إرادة. ثم بيّن مع ذلك العلماء في إذا أكرهوه على ماله وله أن يترك المال والحسب عند الله جل فعله، ولو قاتل عليه وقتل كان شهيدا، أو أكرهوه على شرب الخمر، أو أكرهوه على الزنا. فالحنفية يقولون طبعا الجمهور في كل إكراه يقولون معذور، في كل إكراه يقولون معذور. الحنفية قالوا في الزنا لا، لأن الواطي يحتاج إلى انتشار، والانتشار لا يكون إلا ببغية، يبقى هو ابتغى ذلك يا أراد بذلك أو فرح بذلك، وهذا كلام منهم باطل، قد يكون خوفا. وأيضا لو أكره على سرقة أو شرب خمر، يعني يقولون يسرق ويضمن المكره، ويشرب الخمر ويضمن المكره. والصحيح في هذا الباب بأن المكره غير مؤاخذ، بأن المكره غير مؤاخذ إلا إذا قتل نفسا فهو يقتل بها، إلا إذا قتل نفسا فهو يقتل بها، لأنه في الإكراه كما قال العلماء أن نفسك هي نفس أخيك، فلا يجوز لك بالإكراه أن تقتل نفسك ولا أن تقتل أخيك، أن تقتل أخاك. الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإذا أكره على قتل أحد فلا يجوز له أن يقتله خلافا للحنفية. وإذا أكره على شرب الخمر قد يشرب ويتعاطى، ولأنه مكره فلا حساب عليه في ذلك. الفوائد المستنبطة، أتبقى مسألة قبل الفوائد المستنبطة، أنه قال لا تستنصر لنا تدعو لنا، ولم يفعل النبي، مع أن دعاء النبي مستجاب. إما أن يقال أن الله تعالى أوحى إليه بذلك، وأن الله لا يرد يبدل القول لديه، أو أنه يؤدي حق الله ويجعلهم يؤدون حق الله جل وعلا، لأن يمنعهم من كثير من الأخطاء التي يقعون فيها، يبين لهم التأسي حتى. الفوائد المستنبطة، التسلية بالغير والائتساء بها، قال فبهداهم اقتدي، الإخبار بالغيوب من علامات النبوة، الإخبار بالغيوب من علامات النبوة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.